بالنسبة للوسيلة اللي تقرب البعيد اللي يقول فيها سلطان الهاجري راكب اللي حسها تسمع من كل صوب اللي هي الطيارة. أما بالنسبة للمدينة اللي ودي أجيها اللي هي الإعلام وبجيها إن شاء الله، لأني كان اللي يقول قلبي اللي ما يهوجس بلذات المصيف ونسته ما هي فيها ولا طاريها شف باله وانشراحه عقب لام الوليف سجت ما تجذب إلا ولا راعيها فوق سيت اللي سبيره لسواقه رديف كان بفردي مواتر هو فرديها راح لين قال فاتر ما يبرد الزامها ولها زجيف حماه بيبني على ركبيها راح لين قال عندها العود التكانه يجي مزه خفيف لا تسمع خبط يدها وحسك رحيها. هم يمدحون السفر وأنا ما بعد سافرت لكن إن شاء الله أني بسافر عن قريب إن شاء الله. أما بالنسبة لوسيلة السفر أنا في طال عمرك اللي طيارة تطوي بعيدات الأميال وتقرب المشتاق من دار خله. أما المدينة السعودية اللي أتمنى أني أجيها وأزورها هي مدينة نيو. الوسيلة هي طول العمر هي الطائرة، أسرع وأريح مثل ما قال الشاعر، ما يبرد واهج الشوق وشعور الهيام غير سرد تطوي البعد بالسرعة الطوي، بديها من خلف ما هو مثله من أمام، مستوي في حال وفي حال ما هو مستوي. أتمنى زيارة تبوك بمعالمها وأثارها ونيومها وعلاها، ونشكر صانع المجد والمعجزات ومحقق الرؤية أنت الحاضر والمستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب رؤية سيدي يا حياة الحالمين، عقب رؤية سيدي يا حياة الحالمين، محقق الرؤية والأحلام ولا ممكنة، الزعيم القايد الملهم الفذ الفطين، ذا حديث الألسنة ذا حديث الألسنة يصنع التاريخ ويسرع أيام السنين اللي بخمسين عام يتسوى في سنة.